عرض مرقد غار منها والذهب والماس وزنها والنجوم تروي حسنها وابهرت ريف ومدينة ابتدوا الليلة بغى انغفح لزفة لايقه بالاكتساب طهرا وعفة والورود هتوها اصناف ولفة للعروس الغالية هذه الثمينة مثل حسنك يا هنوف اليوم ما في فالقبايل كلها وما هو بخافي يا نسيم الصبح يا غيث الفيافي يا الاميرة دومي للعمر وسنينة ابوك عز الناس بوسط الشدايد شيخنا الضباط ويوم الموايد سقنا لاجله كل ابكار القصايد ما في فرق بين ابن حاشم وبنا وامك اللي للكرم متنس للاجوال ابغى الله يشهد الدني والابعاد الاميرة والمجد مورود الاجناد عشناها قد فات كل زنا حزينة واخوانك اهل الشهامة